هي رسالتها إلى مستعملي الطريق، فمع حلول رأس السنة تشهد الطرقات حركية كبرى بين من يعود إلى الديار لمشاركة العائلة هذه المناسبة، ومن يتوجه إلى إحدى المناطق السياحية لقضاء ليلة رأس السنة في النزل. وبين هذا وذاك يكثر الحديث عن ارتفاع عدد حوادث الطرقات خلال هذه المناسبة، وهو ما يستدعي مزيد الحيطة والحذر. الكياس مكتظ برشا ما شاء الله تبارك الله، لازم يسيس روحه واحدة واحدة ويمشي بشوية بشوية ويفكر في صغيراته. راس عام عاد واخر فاكونس. اي نسيسوا رواحنا في الكياس. سلام للجميع وكم. جايين من الجزائر باش نعديو الريفيون هنا في تونس. الله يبارك ما شاء الله. مازالوا جايين. اي وين ماشيين قصدي ربي؟ الحمامات ان شاء الله. كياس معبي برشا، نسيسوا رواحنا على الاخر ومعناتها الناس الكل باش توصل في الوقت. بطبيعة السنتير لازمه وكل شيء لازمه ان شاء الله كل انا مش عامل ما خدتش نخلص وبرا. وككل عام نظمت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات حملة توعوية لمستعملي الطريق لحثهم على التقليص من السرعة وارتداء حزام الأمان وتجنب السياقة في حالة الإرهاق وغيرها من النصائح. الحملة هي راهو متواصلة، احنا ديما نقوموا بحملات، بقينا بالمناسبة راس السنة الميلادية، نعرفوا اللي فما معناها حركية للأولياء والعائلات يتنقلوا ياسر معناها سواء للاحتفال أو لزيارة الأقارب، احنا نقوموا نستغلوا معناها نستفادوا من الفرصة هذه، نوزعوا اللي فلاير معناها التحسيسية معناها بمخص، ونقوموا بمعناها التوصيات زادة حتى الشباب اللي معانا هم سفراء السلام على الطرقات اللي ديما معناها متواجدين في كل الحملات، وهكا عندنا زادة مطويات نقوموا معناها فيهم مع تحسيس مخص السرعة مخص احتياط معناها في السياقة، كي نبداو تعبين نحاولوا ما نسوقوش. نحبوا نحثوا العباد يسوقوا بالسيسة ويسيسوا رواحهم يلبسوا سانتور، طريق سلامة. ومع الاكتظاظ المروري الذي تشهده الطرقات ومحطات الاستخلاص بداية من اليوم وإلى غاية يوم الاثنين الذي يتزامن مع انتهاء العطلة المدرسية والجامعية، تتجدد الدعوة إلى مستعملي الطريق بضرورة السياقة المعتدلة وتجنب عديد الممارسات حتى يكون طريق سلامة.